كيفاش تلقيتوا الاستاذ الخبر ديال الحكم على وفاء شرف في طنجه، وعلى الاستاذ الهيني التوقيف ديالو ديال 3 اشهر؟ الحكم على وفاء شرف بطنجه بسنه نافذه و 5 مليون سنتيم غرامه، وتوقيف القاضي محمد الهيني عن ممارسه مهنه القضاء لمده 3 اشهر، ودحرجته الى مرتبه نائب الوكيل العام بالقنيطره. ان دل على شيء فانما يدل على ان هناك هجمه شرسه ضد الحقوق والحريات. لقد حقق اللوبي الفساد اهدافه، وما على الحقوقيين والقضاة الشرفاء النزهاء إلا أن يقدموا استقالتهم الجماعية. أناشد جميع الحقوقيين وأناشد جميع القضاة الشرفاء النزهاء أن يقدموا استقالة جماعية ضد هذه الهجمة وهذا الإعدام الممنهج للحقوق والحريات ولدستور 2011 الذي جاء بآمال واعدة من أجل توسيع مجال الحقوق والحريات. الآن نعيش نكبة ونعيش إرهابا حقيقيا، وكأن الحكم الذي صدر ضد القاضي النزيه الذي يدافع عن المال العام في المحكمة الإدارية بالرباط، والذي كان نموذجا وأحكامه تدرس بالجامعات، أصبح مهددا لكل القضاة الشرفاء النزهاء وتحريضهم على التطبيع مع الفساد. فنقولها بكل صراحة إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستقدم على اتخاذ إجراءات ضرورية لكشف النقاب عن خلفيات هذا الحكم الذي نعتبره غير عادل في حق القاضي محمد الهيني. فإذا كان كما يقال وكما يدرس بالمدارس الابتدائية والثانوية والجامعة بأن العدل أساس الملك، نقول كما قال أحد المفكرين المصريين بعد هذه النكسة والنكبة للحراك العربي ضد الفساد، نقول إنه إذا غاب العدل غاب أو أقول إذا غاب الأمن صنعت الفوضى، وإذا غاب العدل صنعت الثورة.